بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر، وتكلمنا عن المراتب الثلاثة الأولى وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة، وبقى لنا المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الإيمان بأن الله عز وجل خالق أعمال العباد، لأن الله جل خالق كل شيء، لا خالق إلا الله عز وجل، خالق طبعا من صفات الربوبية. وأنكر هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر القدرية كما أنكروا يعني بقية المراتب، فقالوا بأن العباد يخلقون أفعالهم، ولذلك يقال عنهم مجوس الأمة. المجوس يعتقدون بإله للخير وإله للشر، إله النور وإله للظلمة، وهؤلاء جعلوا كل العباد خالقين مع الله عز وجل. الإيمان بأن الله عز وجل خالق أعمال العباد، وهذا متفق عليه بين الرسل صلى الله عليه وسلم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار، وخالف في ذلك مجوس الأمة فأخرجوا طاعة ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته. طبعا هم ينفون المشيئة وينفون الخلق وينفون العلم السابق وينفون الكتابة، ويكون بأن الأمر أنف يعني بلا قدر سابق، والاسم معكوس يعني المفروض يعني القدرية الذين يبالغون في إثبات القدر، فهو الاسم معكوس. يقول بل جعلوهم هم الخالقين، ولا تعلق لهم بمشيئته ولا تدخل تحت قدرته. وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية، قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فالخلق كل ساكن وسكونه وكل متحرك وحركته. يعني كلامنا مثلا ينسب لنا وأعمالنا تنسب لنا كسبا، ولكن هي خلق الله عز وجل، وأنه أضحك وأبكى، فالذي أضحك وأبكى هو الله عز وجل، والضحك الباكي والإنسان. يقول هذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته، وليس مخصوصا بذاته وصفاته، فإنه الخالق بذاته وصفاته، وما سواه مخلوق له. ومما يدل على قدرته سبحانه وعلى أفعالهم قوله والله على كل شيء قدير. واعتراض القدرية على الاستدلال بذلك والجواب عنه نظير الاعتراض على قوله الله خالق كل شيء، وجوابه ونزيده تقريرا أن أفعالهم أشياء ممكنة، والله عز وجل قادر على كل ممكن، فوالذي جعلهم قادرين بقدرته ومشيئته ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ومما يدل على أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد قوله عز وجل وأنه أضحك وأبكى، والضحك والبكاء فعلان اختياريان، فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة، والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة. فانتهينا بذلك من الكلام عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ويبقى عدة يعني فصول يعني مهمة جدا من أجل أن نفهم قضية القضاء والقدر، لأن هذه القضية كما قلنا مزلت أقدام ولا تثبت قدم الإسلام إلا على درجة التسليم والاستسلام. فصل في بيان الأمر الكوني والأمر الشرعي. هناك أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط بها علما، وهو أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر،
وأمره سبحانه وتعالى نوعان: أمر كوني قدري، فهذا أمر نافذ متعلق بالمشيئة، فما شاء الله كونا لابد أن يكون كما شاء الله عز وجل. ولكن هناك أمر شرعي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر شرعي، الناس يطيعون ويعصون. ولكن الأمر الكوني إنما أمر شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، ده أمر كوني. يقول: وأمره سبحانه وتعالى نوعان: أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي، فمشيئته سبحانه وتعالى متعلقة بخلقه وأمره الكوني، يعني ما شاء الله كان، فإذا أمر أمرا كونيا لابد أن يكون. وكذلك تتعلق بما يحب وبما يكره، يعني كله داخل تحت مشيئته، كما خلق إبليس وهو يبغضه، ولكن خلقه لحكمة الابتلاء. ولذلك يقولون: الشر ليس إليه، يعني الشر المحض، فإبليس شر ولكن في حكمة في خلقه، وهو ابتلاء الخلق، يعني من يطيع الله عز وجل ومن يطيع الشيطان. وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها، فمشيئته سبحانه وتعالى شاملة لذلك كله. وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله. فإذا أمر أمرا شرعيا فهو يتعلق بالمحبة، فالله عز وجل يحب الناس يعني أن يقيم الصلاة ويؤدوا الزكاة، يؤدوا الأمانات إلى أهلها، يصلوا الأرحام، يبروا الوالدين، فهذا متعلق بالأمر الشرعي، ولكن الناس تطيع وتعصي. ولكن الأمر الكوني قد يخلق شيئا وهو يبغضه، ولكن الحكمة يعلمها الله عز وجل. يقول: فما وجد منه، يعني من الأمر الشرعي، تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته، وما وجد من الكفر والفسوق والعصيان تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، وما لم يوجد منهما لم تتعلق به مشيئته ولا محبته. فلفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة ديني شرعي، ولفظ الإرادة المشيئة كوني ما شاء الله كان، والمحبة ديني شرعي، والإرادة في شرعي وفي كوني. ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية فتكون هي المحبة. وإذا عرفت هذا فقوله: ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله: لا يحب الفساد، وقوله: ولا يريد بكم العسر، لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدل على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره، فإن المحبة غير المشيئة والأمر غير الخلق. ونظير هذا اللفظ الأمر فإنه نوعان: أمر تكوين وأمر تشريع. يبقى الإرادة في إرادة كونية وإرادة شرعية، وأيضا الأمر أمر كوني وأمر شرعي، ولكن المشيئة كونية والمحبة شرعية. فقوله يقول: ونظير هذا الأمر فإنه نوعان: أمر تكوين وأمر تشريع، والثاني قد يخالف بخلاف الأول. إذا أمر أمر تشريع فقد يطيع الناس وقد يعصون، فقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده قلنا أمر إيه؟ كوني، يعني لابد أن يكون كما أمر الله عز وجل. أمر كوني لا يناقض قوله: إن الله لا يأمر بالفحشاء، فالأول تكوين والثاني تشريع. هي في أي فيها إشكال، يعني قول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير، في سورة الإسراء. فبعض المفسرين قالوا أن الله عز وجل يأمر المترفين أمر كوني بأن يفسدوا، وطبعا ده خلاف يعني ما قررناه. والصحيح كما قال العلامة القرآني محمد أمين الشنقيطي، يقول إن هو أمرهم بطاعة الله ونهاهم عن معصيته فخالفوا أمر الله عز وجل، فأمرهم أمر إيه؟ يعني شرعي بالطاعة، فخالفوا فاستحقوا الإيه؟ العذاب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني بطاعة الله، أن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، وكما قلنا أن الآية أو الحديث لا يفهم بمعزل عن الشرع، فلا يمكن أن يأمرهم الله عز وجل أمر كوني بالفحشاء، ولكن أمرهم أمرا شرعيا بطاعة الله فعصوا
ففسقوا فيها. الفسوق الخروج عن طاعة الله، فهم يعني خرجوا عن طاعة الله عز وجل وخلفوا أمره، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول يعني قد ذكر بعض العلماء أن في قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أمر تكوين، وأوضح الشنقيطي رحمه الله في الأضواء فساد هذا الرأي، لأن الله عز وجل يأمر بالفحشاء وإنما هو أمر تشريع، أي يأمرهم بطاعته وترك معاصيه فيخالفون أمره ويرتكبون ما نهى الله عنه فيستحقون بذلك العذاب. فصل في بيان أن الإيمان بالقضاء والقدر وامتثال الشرع واجبان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن بعض الناس مثلا يترك الصلاة وإذا سألته يقول لو ربنا أجل قدر أصلي أصلي، فهذا كما قال علي رضي الله عنه حق أريد به باطل، وفعلا لو ربنا أراد أن يصلي يصلي، ولكن الله جل يأمره يعني أمر تشريع بالصلاة. ولذلك يعني قال الطحاوي فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، أنه بيخاصم ويحتج بالأمر الكوني على الأمر الشرع، فهو مأمور بالصلاة والصيام وغير ذلك وهو يحتج بالقدر، والقدر شيء مغيب، فهذا يخاصم الله عز وجل. وكما سنبين يعني بعد ذلك يعني في قصة احتجاج آدم وموسى يعني كيف يعني أن الأمر يعني الله عز وجل إذا أمر يعني أمرا شرعيا فبيجب العمل به، يعني لا يحتج بالقدر، ولكن إذا تاب يعني من لو واحد كان تارك الصلاة مثلا ثم تاب وصار يصلي، لو عيره أحد وقال له أنت كنت منذ سنة مثلا لا تصلي، فيمكن أن يحتج عند ذلك بالقدر يقول هذا قدر الله. فالعلماء يقولون إذا سقط اللوم صح الاحتجاج بالقدر، يعني ما دام هو يصلي الآن ولا يحتج بالقدر على ترك الأمر الشرعي فيجوز الاحتجاج بالقدر. كذلك يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب، إذا مرض يعني إذا حبس يعني عن طاعة مثلا قاصد الحج ثم حبس فيحتج بالقدر، ولكن لا يترك الأمر الواجب ويحتج بالقدر، فإذا سقط اللوم صح الاحتجاج بالقدر. فيقول إيمان بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع محاربة لله عز وجل ومخاصمة له في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب، وخلق الجنة لأولياء المصدقين بها، وخلق النار لأعداء المكذبين، ونسبة ذلك لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين، الحكيم في خلقه وشرعه، العدل في قوله وفعله وحكمه إلى العبث، والظلم في ذلك كله. وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه، طعن في ربوبية المعبود وملكوته، لمن كمال الربوبية أن الرب يتصرف في ملكه كيف يشاء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالله عز وجل يملك نواصي العباد ويملك قلوب العباد ويتصرف فيها كيف يشاء، والله عز وجل يظلم مثقال ذرة. والناس يعني ما يظنون يعني أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أن هو يعني الأمر يعني كما يقولون صدفة، ولكن يهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الضلال. فلابد من الإيمان بالقضاء والقدر، وكذلك لابد من الاستسلام لشرع الله عز وجل. فيقول وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة البارئ وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه، طعن في ربوبية المعبود وملكوته. فالله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ومع ذلك يقول وما النصر إلا من عند الله. فلابد أن نأخذ بالأسباب ولا نعلق القلوب بالأسباب، لأن قد توجد الأسباب ولا يوجد الفعل، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني تتوفر الأسباب ولا يقع الفعل، وقد يوجد الفعل دون أسباب كخلق مثلا آدم بدون أب وأم، وخلق حواء من ضلع آدم الأيمن الأقصر، وخلق عيسى من أم بدون أب،
وخلق سائر الناس بأب وأم، فيمكن أن يخلق بدون أسباب أو يوجد الفعل دون توفر كل الأسباب لو توفرت المشيئة. فلا بد من الإيمان بالقدر، وكذلك لا بد من الاستسلام للشر، زي التوكل والأخذ بالأسباب. التوكل عمل قلبي والأخذ بالأسباب عمل جوارح. فالإنسان يأخذ بالأسباب بجوارحه، ولكن لا يعلق قلبه بالأسباب بل يعلق قلبه بمالك الأسباب. يقول: كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليه هو نظام الشر. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع. زي المريض مثلا يترك التداوي، فنقول يقول له ربنا شاء أخف أخف. طبعا هذا أيضا خروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزله شفاء. ولما أراد يعني عمر رضي الله عنه أن يدخل بيت المقدس أو يدخل الشام، ووقع الطاعون بالشام، فاستشار الصحابة فبلغوا يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقيل له، فسيدنا عمر يعني رفض أن يدخل، فقيل له: أفرار من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني إنسان ما يخرج من قدر الله، هو إذا دخل فبقدر الله وإذا لم يدخل فبقدر الله. يقول: كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقل أن هذا الجواب الصحيح، يعني الإنسان ليس مسيرا وليس مخيرا، الإنسان ميسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. المؤمن يحب الخير ويحب الإيمان ويحب أهل الإيمان، والله عز وجل ييسر له الخير ويعينه عليه ويثبته ويزيده هدى. والكافر والفاسق يحب الغي والفساد ويريد الشهوات ويبغي الإعراض عن طاعة رب الأرض والسماوات، والله عز وجل يخذله وييسر له سبيل الشر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. الإنسان ميسر وليس مخيرا ولا مسيرا. يقول: فمن نفى القدر وزعم منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها كما تقول القدرية. فأثبت خالقا آخر مع الله، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون مع الله عز وجل. كان ودينا نحن ننتهي اليوم من الكلام عن الثمرات الزكية أو عقيدة السنة، ولكن يعني بقيت بقية، فنستكمل يعني في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أنت رجم تأخذ وقت.